اخبار اليوم. عندنا نماذج خرجت من العمل العام، عندنا نماذج خرجت من العمل الصحفي بسبب تعرضها لانتهاكات، وعندنا نماذج زي ما عندنا نماذج خرجت عندنا نماذج عفرت وكملت وعادت مره اخرى للعمل العام، عادت مره اخرى للعمل الصحفي وانتصرت وتغلبت. ده موجود وده موجود، لكن ماذا تبقى؟ يتبقى المناخ الذي قد يساعد الصحفيات اللي عندهم قدرة على المعافرة انهم يكملوا، او يبقى في مناخ طارد بالمرة، يعني قد يكون المناخ يعني محايد او ضاغط الى درجة ما. لكن اللي حاصل بقى واللي انا شفته بصراحة الفترة الاخيرة ان المناخ اصبح ضاغط، والمناخ ذكوري فج جدا. والنهاردة كان اكبر مثال، يعني لا الحضور كان على مستوى نداي وبيل ماسي، ولا الاهتمام من اعضاء المجلس كان بيقول نداي وبيل ماسي. يعني انا ما حضرش، يعني اعضاء المجلس احنا 12 والنقيب يعني احنا 13. جيت انا الصبح كنت لغاية نص اليوم او تلتين اليوم انا الست الوحيدة اللي موجودة، ومعايا وكيل نقابة الصحفيين، وكيل اول الاستاذ خالد ميري، مفيش حد تاني خالص جه لغايه ما اليوم قرب يخلص. تمام، هذا يعكس انه عندما تكلف المراه بشيء او بفعاليه تخص المراه يقول لها شيليها بقى. طب انتوا فين؟ بتعملوا ايه؟ ذكور النقابه اينهم؟ يعني مش عارفه، يعني بعد مرور اكتر من نص فعاليه تلتينها مثلا جه الاستاذ علاء ثابت واستاذ خالد باشا واستاذ ابو السعود، بس برضو بقيه المجلس مش موجود. طيب هو ده مش يوبيل ماسي؟ هي دي مش اولى فعاليات اليوبيل الماسي؟ ولا دي ندوه بتاعت نشاط؟ يعني هل ده حاجه خاصه بلجنه معينه بنشاط، ولا فعاليه من فعاليات اليوبيل الماسي؟ ده فعاليه من فعاليات اليوبيل الماسي، ممكن في الصحفيات كان المفترض ان يكون لها نفس الاثر ونفس التحضير ونفس التجهيز اللي تم للاحتفال الرئيسي ليوبيل ميسي. لما كنت انا مسؤوله تعمدت ان انا ما اجيبش اي شخصيات حكوميه ولا اي شخصيات رسميه، لكن دعيت زمايلنا الصحفيين بشكل ودي. لم تخرج دعوه من النقابه الا قبلها بساعات، وده اللي انا مش قادره افهمه. وتم تغيير الميعاد وعدم التنويه عن تغيير الميعاد مره اخرى. الأزمة مش في إن إحنا بنحضر الحاجة حلوة والحاجة وحش، لكن الأزمة إن أنا بشوف إن إحنا لما بنيجي نعمل حدث عن الصحفية المرأة بنهمشه، ما بنحضرلوش صح، ما بنخليهوش في موقعه المفروض يكون، في حين إن إحنا لما بنيجي ندخل نترشح عشان الانتخابات، مش احنا بقى، لان انا مش بعمل كده. الرجاله ما بيجوا يترشحوا علشان يدخلوا انتخابات بيدوروا على اصوات المراه في الجمعيه العموميه اللي هم ثلث الجمعيه العموميه، ويعني عددهم يقارب 3000 2844 صحفيه بيدوروا على عددهم. طب يعني انا بناشد المراه الصحفيه ان هي تيجي في الانتخابات وتعرف مين اللي بيمارس الثقافه الذكوريه ومين اللي بيحترم المراه، علشان يعني احنا محتاجين يبقى عندنا سته من عضوات المجلس نساء، سته اعضاء من المجلس يكونوا صحفيات. احنا محتاجين نكون ممثلين، مش عايزين نوصل للكوتا. تعالي يا زميلتي وترشحي وخدي المعركه حتى لو تعبتي، بس يكفيكي شرف المحاوله. شايفه ان نقيب صحفي ممكن تبقى انثى؟ طبعا طبعا نقيب صحفي ممكن تبقى انثى وتنجح جدا كمان. طيب كلمه اخيره للصحفيات في عيد يوبيل ماسي، او رسائل تحبي توجهيها للصحفيات في العيد الماسي لنقاب الصحفيين. يعني اذا كنا هنتكلم على رسائل سريعه تلغرافيه لزميلاتنا، احب اقول لهم اولا كل سنه وانتن طيبات. والحاجة التانية خليكم فاكرين كويس جدا ان احنا لينا تاريخ
ما حدش يقدر ان هو يهمشنا، ما حدش يقدر يقصينا. لو حبينا نقول رسالة تلغرافية لزميلاتنا الصحفيات، لازم نبدأ الأول نقول لكل زميلة كل سنة وانت طيبة بمناسبة اليوبيل الماسي ومناسبة يوم كفاح الصحفيات اللي النقابة النهاردة نظمته. الرسالة التانية اللي عايزة أقولها لزميلاتنا، خليكم ثابتين، الصمود والمثابرة للمنتهى هما اللي ممكن يوصلونا اللي احنا عايزينه. اللي احنا عايزينه مش كتير، وما بنطلبش ان احنا ننسلخ عن المجتمع ولا حتى نبقى مميزين، ولا حتى بنطلب ان احنا نبقى يعني لينا كوتا زي ما البعض قال. احنا بنطلب ان احنا ما نتحاربش. يعني الناس اللي عندهم ثقافه ذكوريه وتعبنا، احنا بنطلب منهم بس يعني ابعدوا عننا، مش هيبقى منكم ولا كفايه شركم، يعني ابعدوا عننا كفايه. اما بقى للصحفيه بقول لها ما تتاثريش، حتى لو اتحاربتي، حتى لو تهمشتي، حتى لو تم تشويهك، لان احنا علشان نطلع احلى ما فينا لازم هنتعب كتير جدا جدا، وهنمر بقصص مؤلمة زي زميلات كتيرة جدا جدا مرت السنين اللي فاتت قصص مؤلمة. لكن ما نخجلش ان احنا نكشف ده، لان الكشف وشفافية وفتح اللي بينتهك حقوقنا، فتح اللي بينتهك حقوقنا ده هو اللي ممكن يخلينا نوقف هذه الانتهاكات. طالبي بحقك، والنقابة وراكي، واللي عنده اي فكرة، اي زميلة او زميل عنده فكرة تدعم دور الصحفيات في العمل العام وفي العمل النقابي يجيبها لنا، واحنا يعني اتمنى ان احنا نقدر نعمل حاجة. اي حد عنده فكرة في اي اتجاه تدعم وجود الصحفية في العمل النقابي في نقابة الصحفيين، احنا على استعداد ان احنا نعمل.